السلام عليكم العشرة. اليوم فيديو جديد، ما عرفش واش غادي يعجبكم ولا لا. المهم الناس اللي متبعيني في الانستغرام كيشوفوا انني مشيت لمونطو، مدينه فرنسيه اللي فيها مهرجان ديال الليمون. المهم تما وقع لي فيه واحد المشكل اللي هو اني طيرت الدرون، وفي ديك الوقيته نورمالمون خصني ما نطيرش الدرون حقاش كاينين الناس، وحنا كتسمى زون انشيري باش تعرف الدرون واش كاين بوليس. المهم اللي بغيتو تعرفوا التفاصيل وبقاو في الفيديو، غتلقاو الكمانة ديال الفيديو في لاشين الثانية، حقاش كيبان ليا في هاد لاشين ما كاينش فيها تفاعل بزاف، قررت انني ندير شين جديدة، غتلقاو في الديسكريبشن في صندوق الوصف اولا في اول تعليق. تهلاو.